الكلمة الأولى: لا تجعل لربك نصيبا من حياتك. يعني لا نصلي، لا نصوم، لا نعمل الصالحات، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنك لا تتصور أن شيئا من أعمالك يذهب أو تذهب مصلحته إلى الله عز وجل. كلا، الله عز وجل لا يحتاج صلاتنا وصيامنا، لا يحتاج إلى صلاتنا ولا صيامنا ولا حجنا ولا إنفاقنا ولا أي شيء آخر. إذا صليت لا أتصور أنني صنعت شيئا لله، لصالح الله، لا. الله عز وجل أمرني أن أصلي لصالح نفسي. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلقني ليرحمني، لأستفيد أنا. أحيانا الإنسان لا يقول ذلك بلسانه، ولكن هذا شيء مركوز. إذا صنع عملا صالحا يتصور أنه صنع لله شيئا، يتصور أنه أصبح صاحب منة على الله عز وجل. تعلمون متى تظهر هذه النفسية؟ عند المشاكل، عند الصعوبات. أقول: إلهي أنا صليت لك. يعني ماذا؟ يعني أنا صاحب منة عليك، لماذا لا تعطيني حاجتي؟ يتبين أن هذا الشيء مركوز في نفوس بعضنا. إلهي أنا ذهبت للحج كذا وكذا، أنا صنعت الخيرات كذا وكذا، الآن في وقت الأزمة تتركني. يعني ماذا؟ يعني في نفس الشخص أنه صنع شيئا لله، أصبح صاحب منة على الله. هذه منة من الله عليك أنك صليت، هذه منة من الله عز وجل أنك حججت. فلا نجعل ولا ساعة لله، بمعنى أننا لا نتصور أن أعمالنا تكون مصلحتها لله عز وجل.